السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم فيديو جديد في قناتنا. متنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس. عندنا النهاردة امتحانات المهام الأدائية على مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول لسنة 2024. تعليمات عامة: هنا يستغرق العمل على المهنة حصتين دراستين متتاليتين، طبعا دول انتوا تقراهم. هنا عندنا نبدأ بقى كده الحل. المهمة الأولى: الموقع الجغرافي لوطننا العربي. من خلال دراستك لخريطة الوطن العربي أمامك مجموعة من خرائط بعض الدول العربية، اكتب اسم كل دولة بالمكان المخصص ازاي. أصغر دولة اللي هي قدامنا دي الصومال، الدولة اللي بعدها اليمن الشقيقة، اللي بعدها ليبيا الشقيقة والسودان الشقيقة. عندنا هنا أمام خريطة العالم سموها، حدد عليها اسم القارتين اللذان تمتد فيهما أراضي الوطن العربي. أول حاجة اللي باللون الأصفر دي قارة آسيا، واللي باللون البرتقاني دي قارة أفريقيا. في الجدول التالي صنف حسب المطلوب منك: تونس وسوريا والسعودية، موريتانيا، الأردن، الصومال، جزر القمر، فلسطين، مصر، لبنان. عندنا دول الجناح الأفريقي اللي هي في أفريقيا: تونس وموريتانيا والصومال وجزر القمر ومصر. وعندنا سوريا والسعودية والأردن ولبنان وفلسطين الشقيقة في دول الجناح الآسيوي في قارة آسيا. أمامك صور لأهم الأماكن المقدسة بالوطن العربي، اكتب اسم الدولة التي يوجد بها كل منهم. عندنا الكعبة المشرفة بدولة السعودية، والجامع الأزهر بدولة إيه؟ بدولة مصر. وكنيسة القيامة بدولة إيه؟ بدولة فلسطين. ادي اول امتحان. هنا تاني امتحان بقى. المهمة الثانية: قصة ظهور الاسلام. صنف صفات وعادات العرب قبل الاسلام حسب المطلوب في الجدول: وأد البنات، الشجاعة، الاخذ بالصقر، الكرم، الوفاء بالعهود، شرب الخمر. صفات حسنة وعادات سيئة: الصفات الحسنة الشجاعة والكرم والوفاء بالعهود. العادات السيئة: وأد البنات اللي هو دفنهم في الرمال احياء، والاخذ بالصقر وشرب الخمر. بطاقة تعارف: أكمل البطاقة التالية: ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، أو وعام 570 ميلادي، أو ما يسمى بعام الفيل، وعاش في بيت عمه أبو طالب وهو في سن الثمانية. عمل بحرفتي الرعي والتجارة، لقب بالصادق الأمين. ليه لقب بالصادق الأمين؟ لأنه ما كانش بيكذب، وكان لما حد بيديله أمانة كان بيحافظ على الأمانة دي وبيرجعها له. وهنا عندنا تزوج بمين؟ تزوج بالسيدة خديجة رضي الله عنها، ونزل عليه الوحي وهو في سن الأربعين، والكل عارف كده. استمرت الدعوة السرية إلى إيه؟ إلى لمدة 3 سنوات. أمامك صورة لأهم الأماكن الدينية التي حاول إبرة الحبشية هدمها. ما اسم هذا الأثر؟ الكعبة المشرفة قدامنا. وفي أي دولة عربية يوجد؟ في السعودية. تاني حاجة، المهمة الثالثة: هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تأسيس الدولة الإسلامية. عندنا أول حاجة: رتب الأحداث التالية بترقيمها من 1 ل 6 لتكون قصة متكاملة. بداية مرحلة نشر الدعوة عالميا بعد صلح الحديبية، تحول نصر المسلمين إلى هزيمة في غزوة أحد، خروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأداء فريضة الحج، فتح مكة بدون قتال، انتصار المسلمون على قريش في غزو بدر، انتصار المسلمون دون قتال في غزو الخندق. أول حاجة، انتصار المسلمون على قريش في غزو بدر، دي رقم واحد. رقم اتنين، تحول نصر المسلمين إلى هزيمة في غزوة أحد. بعد كده انتصار المسلمين على قريش في غزوة بدر، قلنا رقم واحد، وتحول نصر المسلمين إلى هزيمة في غزوة إيه؟ أحد، رقم اتنين. ورقم تلاتة، عندنا انتصار المسلمين دون قتال في غزوة الخندق. وعندنا رقم أربعة، بداية مرحلة نشر الدعوة عالميا بعد صلح الحديبية. وخمسة، فتح مكة بدون قتال. ستة، خروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأداء فريضة الحج. دع على الخط الزمني
مما بين القوسين: غزوة أحد، 2 هجرية، صلح الحديبية، و5 هجرية، ووفاء النبي صلى الله عليه وسلم، 10 هجرية و8 هجرية. عندنا غزوة بدر هي 2 هجرية، وغزوة أحد 3 هجرية، وغزوة الخندق بعديها ب2 يعني هي 5 هجرية، وصلح الحديبية بسنة 6 هجرية، فتح مكة 8 هجرية، حجة الوداع اللي هو 10 هجرية، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم 11 هجرية. ربنا يرحم أمواتنا المسلمين ويرحم نبينا محمد ويغفر لينا، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اذهبوا فأنتم الطلقاء. من قال هذا العبارة؟ رسول صلى الله عليه وسلم. متى قيلت هذا العبارة؟ عند فتح مكة بعد ما حاصروهم. على ما تدل هذا العبارة؟ التسامح في الإسلام. عندنا المهمة الرابعة: لمحات من حياة الخلفاء الراشدين. صنف الجدول الآتي أهم أعمال الخلفاء المذكور سواء بالجدول: وضع التقويم الهجري، محاربة المرتدين، إنشاء الدواوين، استكمال فتوحات بلاد العراق والشام، أمر بجمع القرآن الكريم، إرسال جيش أسامة، الخليفة أبو بكر الصديق والخليفة عمر بن الخطاب. الخليفة أبو بكر الصديق، محاربة المرتدين، أمر بجمع القرآن الكريم، إرسال جيش أسامة، الخليفة عمر بن الخطاب وضع التقويم الهجري، أنشأ الدواوين، استكمال فتوحات العراق والشام. إلى من تنسب الأعمال الآتية: نقل مقر الخليفة من المدينة إلى الكوفة بالعراق على بني علي بني أبي طالب، أمر بكتابة القرآن الكريم في مصحف واحد، عثمان بن عفان، تنظيم الشرطة علي بن أبي طالب، إنشاء أسطول بحر إسلامي عثمان بن عفان، اشترى بئر روما وجعلها وقفا للمسلمين عثمان بن عفان. سير كل اسم من الأسماء الآتية بسنوات الخلافة للدولة الإسلامية: عثمان بن عفان من 23 هجريا إلى 35 هجريا، أبو بكر الصديق من 11 هجريا ل 13 هجريا، علي بن أبي طالب من 35 هجريا ل 40 هجريا، عمر بن الخطاب من 13 هجريا ل 23 هجريا. أمامك صورة لأحد الظواهر التدريسية، أجب عما يلي: ما اسم هذه الظاهرة؟ تجمعات رمالية. أذكر سبب تكوين هذه الظاهرة: تكونت بفعل التعرية الهوائية. هنا أمامك صور لأنواع من السياحة تشهر بها بعض الدول العربية، اكتب اسم كل منها تحت كل صورة. سياحة ايه دي؟ سياحة ترفيهية. ودي برضو ايه؟ سياحة ترفيهية. دي سياحة ايه؟ سياحة علاجية. هنا سئل من العمود ألف أي النصيبة من العمود ب: ألف حركات التوائية مثل جبال أطلس، حركات انكسارية مثل جبال الحجاز، تعرية مائية مثل السهول الفضائية، تعرية هوائية مثل الكثبان الرملية. المهمة السادسة: العوامل المؤثرة في مناخ وطننا العربي. إذا علمت أن درجة الحرارة على ارتفاع 400 متر كانت 12 درجة مئوية، وأنه كلما ارتفع 150 متر فوق مستوى سطح الأرض إلى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة، فكم تكون درجة الحرارة ارتفاع 2400 متر؟ درجة الحرارة 8 درجات تحت الصفر. من خلال إجاباتك السابقة فسر أسباب تكوين السلوك فوق الجبال لاند، لأننا كلما ارتفاع 1150 متر فوق مستوى سطح البحر تقل درجة الحرارة 1 درجة مئوية. تعمل الطيارات البحرية الدفيئية على رفع درجة حرارة السواحل. صحيح، تعمل الطيارات الباردة على خفض درجة حرارة السواحل. صحيح. انكر من خلال دراستك لموضوع الدراسة العلاقة بين المناخ والرحلات الجوية. يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى تأجيل أو إلغاء الرحلات الجوية. أمامك صورة للكرة الأرضية، موضح عليها أهم دوائر العرض الرئيسية. اكتب الكلمات الناقصة مكان النقاط الفارغة على الصورة. عندنا مدار ايه ده؟ مدار السرطان. وهنا دي ايه؟ دائرة الاستواء. طبعا هنا مدار الجدي.
وده طبعا كده نكون خلصنا الدرس، وده الامتحان بتاع الفيديو القادم ان شاء الله. و يلا نشوفكم على خير، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة و الا تفعيل زر الجرس، وتقولوا لنا رأيكم، وما تنسوش تصلوا على النبي قبل ما تخرجوا، وتقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والسلام عليكم.